لو انت مريض ضغط يبقى اكيد الفيديو ده مخصوص ليك. ليه؟ لاني عاوز اعرفك حاجتين. الاولى الضغط الطبيعي كام، والتانية لو انت مش مسيطر على الضغط عندك وما بتاخدش الدواء بتاعك بانتظام هيحصل لك ايه. اول حاجة الضغط الطبيعي بتاعك المفروض يكون اقل من 120/80. ازيد من كده لازم تروح للدكتور وتشوف ان كنت هتاخد علاج ولا لا، وايه نوع العلاج. طيب لو انت مريض ضغط والدكتور شخص لك ان انت مريض ضغط وما بتاخدش الدواء بتاعك بانتظام والضغط بتاعك قاعد يعلى وينخفض، ايه اللي ممكن يحصل لك؟ اول حاجة الامراض القلبية زي ايه؟ زي اجهاد زايد في القلب وضخامة في البطين الايسر، واللي ممكن توصلك للموت المفاجئ. تاني حاجة اضرار كبيرة في الشريان الابهر. تالت حاجة امراض الكلى، واللي ممكن بيحصل فيها كسور في الكلى، يعني الكلى ما تقدرش ان هي تعمل الوظيفة بتاعتها. رابع حاجة السكتة الدماغية، كمان ده بيسرع من حدوث الخرف اللي هو الذاكرة بتاعت الشخص ده بتبدأ تضمحل. سادس حاجة اعتلال في شبكية العين، ودي ممكن تعمل ضبابية في الرؤية، كمان ده ممكن توصل المريض للعمى. سابع حاجة بالنسبة للحوامل ممكن تسبب لها تسمم الحمل، كمان مع الرئة بتسبب زيادة ضغط الرئة واللي ممكن تعمل مشاكل كتير. يبقى النصيحة بتاعتنا لو انت مريض ضغط لازم قلل الملح، قلل الوزن، العب رياضة، اشرب مية كتير، كمان الدواء بتاعك اوعى تسيبه، وانسى كلام الناس اللي بتسمعها تقولك خد العشبة الطبيعية دي هتقضي على الضغط، الكلام ده كلام غير صحيح. شكرا ليكم وسلام عليكم.